وسهلا بكم في برنامجنا زي السكر. انا نرمين هنو، والنهارده ان شاء الله هنعمل وصفات من مالي. ومالي عدد المسلمين اللي فيها 17 مليون، وهنشوف النهارده ان شاء الله وصفتين من مالي. اول وصفه هتكون وصفه رز من بياكلوها في شمال مالي، وتاني حاجه هتكون وصفه يخني لحمه مع زبده الفول السوداني. ودلوقتي نطلع فاصل وبعد كده نعمل الوصفات دي مع بعض. اهلا وسهلا بكم. نعمل اول وصفه من مالي، وهي اسمها اللاباتشا، ودي عباره عن رز معمول بميه التمر. فاول حاجه بنعملها ان احنا نقول المقادير الاول. عندنا 200 جرام لحم مكعبات، 3 معلقة كبيرة زبدة، 1 بصل مفروم، 3 ثوم مفروم، 1 فلفل أخضر، كمون، كزبرة، توابل، جوزة الطيب، وعندنا 10 تمرات، ملح وفلفل، و1 كوب رز. أول حاجة هنعملها هنحط التمر مع مية على النار علشان التمر يبوش في المية، وهنستعمل المية دي، وممكن طبعا ناخد مية زيادة علشان نعمل بيها الرز. ودلوقتي هنحط الزبدة هنحط معاها شوية زيت صغيرين خالص، وأول الزبدة مسيح هنحط معاها اللحمة، وهنشوح اللحمة في الزبدة، وبعد كده هنضيف البصل وبقية المنكهات للحمة. هنضيف البصل، الثوم، الفلفل الأخضر، وكل التوابل، ونشوف التمر نهرسه في المية السخنة، عشان يدينا مية التمر اللي هي بتميز الطبق ده. هنقلب اللحمة، فلما نبتدي نشم ريحة البهارات بعد ما بتتحمص هنحط مية التمر، على اللحمة، وهنسيبها على نار هادية خالص لحد اللحمة ما تستوي تماما. ده هياخد حوالي ساعة لربع تقريبا أو ساعة بالكتير. لما اللحمة تستوي ممكن نزود مية لو كانت المية نقصت، وهنضيف الرز وهنستنى لحد الرز كمان ما يستوي. وده يكون شكل الرز بعد ما بيستوي، والتمر بيخليه طبعا السكر اللي فيه والكثافة اللي في التمر بعد ما بيدوب كله بيخلي الرز ده ملزق في بعضه شوية، بس هو كده. ونبتدي نغرفه. والتمر زي ما احنا شايفين عاطي الرز اللون البني ده. وبكده نكون خلصنا أول وصفة من مالي، ويا رب تكون عجبتكم.
وأنا مش فاكرة قلت عدد المسلمين في مالي ولا لأ، بس هم 17 مليون. ونطلع فاصل وبعد كده نكمل حلقة النهاردة مع بعض. أهلاً وسهلاً بكم، نعمل تاني وصفة من وصفات مالي، وهتكون عبارة عن يخني اللحمة مع زبدة الفول السوداني. ومقادير اليخني: 500 جرام لحم غنم مكعبات، 1 بصل شرايح، 3 فصوص ثوم، 1 معلقة كبيرة جنزبيل، 2 معلقة كبيرة سمنة، علبة طماطم معلبة، 1 معلقة صغيرة كمون بودرة، 2 ورق لورو، ملح، نص كوب زبدة فول سوداني، 2 كوب مرقة خضار، ربع معلقة صغيرة فلفل أسود، نص معلقة صغيرة كزبرة جافة، وعندنا خضار مشكل، عندنا بطاطا، كرومب، جزر، بدنجان رومي، و500 جرام سبانخ، 1 فلفل أحمر حار، 8 كوب صوص السمك، بقدونس مفروم، وهنقدمه إن شاء الله مع كسكسي. أول حاجة هنعملها هنحط السمن، وأول السمن ما تسيح هنحط اللحمة نشوحها، وبعدين هنحط معاها البصل. ودلوقتي هنحط البصل ونقلبه مع اللحمة. وبعد كده هنحط الفلفل الأحمر، هنحط طبعا اللي بيحب حراق يحط زيادة، اللي ما بيحبش حراق يبقى كفاية شوية صغيرين. وبعدين هنحط البهارات، هنقلب. أول ما نبتدي نشم ريحة البهارات نقدر نحط بقية الخضروات. هنخلي الكرومب شوية، لأن طبعا الكرومب مش بياخد سوا كتير، والسبانخ كمان. وبعد ما نشوحهم على النار هنحط علبة الطماطم. ممكن نحط طماطم طازة لو تحبوا، مش هتفرق. ودلوقتي نحط الثوم، الجنزبيل، نحط صوص السمك أو الفيش صوص، ونحط الكروم والسبانخ. هنحط معاهم مرقة وهنفضل سايبينها على نار هادية لحد ما كل الموجود يستوي، وهنحط بقية المرقة مع زبدة الفول السوداني وهنقلبهم مع بعض. بس مش هنضيفهم غير لما كل حاجة تستوي، هنحطها آخر حاجة وبعدين نسيبها على النار معاهم حوالي 10 دقايق كمان. وبكده نكون
جهزنا اليخني. وهو عادة بيتقدم مع كسكسي. و هنلاقي هي صحيح مالي، ما هيش لا المغرب ولا تونس، بس الكسكسي هتلاقوه موجود كتير في البلاد الأفريقية الغربية اللي من ناحية الغرب في أفريقيا، بيستعملوا الكسكسي برضو كتير. وهنقدم اليخني ده زي ما هم بيقدموه مع الكسكسي. وبكده نكون خلصنا تاني وصفة من مالي، ويا رب تكون عجبتكم، ونشوفكم في الحلقة الجاية على خيرة الله إن شاء الله.